خلاص يعني فكر جديا وخد القرار الندلة. أنيس بوجن باني النصيحة اللي قدمها لك إيه؟ لا، أنيس قدم لي نصيحة واحدة، إنه النادي الأهلي يعيشوا بالانتصارات وبالبطولات. الانتصارات والبطولات. لازم، وعندهم حاجات، مش لازم يعني، عندهم تاريخ، يعني عندهم مبادئ، ما ينفعش تعمل كذا، ما ينفعش تعمل كذا، هناك ممنوع، الحاجات دي مش بتاعتهم، يعني إداني حاجات اللي أنا لازم أول ما جيت النادي الأهلي شفت الحاجات هذه موجودة. ما ينفعش شفت فعلا اللي أنيس قاله لك، اللي قاله لي بالظبط. لما دخلت النادي لقيته هو. بالظبط. وانت مشيت على كل الكلام اللي قالوه، يعني ما لقيتش مشاكل في التأقلم، يعني من اول يوم ليا في النادي الاهلي عرفت النادي الاهلي ماشي ازاي. وانت زي ما انت بتقول، وانت ماشي على كلام النادي الاهلي من اول يوم، احنا برضو ماشيين معاك على كلامك. معانا دلوقتي النجم الكبير الاهلاوي والتونسي، النجم أنيس بوجلبان، بعت لك رساله مهمه جدا. تعال نشوف أنيس بوجلبان قال ايه، ونرجع نعلق على كلام كابتن أنيس بوجلبان. تحياتي للعزيزين علي المعلول والشيخ أسامة حسني، اثنين نجوم كبار، اثنين عندهم مكانة خاصة في قلبي. علي المعلول بالنسبة لي هو أخوي الصغير، نكلم بعضنا، نطمئنوا على بعضنا، نهنيه وقت الانتصارات كيف نكون وراه وقت الأيام الصعبة، خاصة في بدايته وفي النادي الأهلي اللي ما كانتش سهل، حتى في وقت من الأوقات تخلوا نوع من الشك، لكن أنا كنت متأكد من نجاحه في النادي الأهلي لأنه مواصفات النجاح كل متوفرة فيه. فنيا لاعب عالي جدا على الجهة اليسرى، وإضافة لأي فريق خاصة على المستوى الهجومي، وأخلاقيا مؤدب ومؤدب جدا، ومثال يحتذى فيه به في الأخلاق. المواصفات هذه تخليه طبعا إضافة إلى روحه المرنة وعلاقة الكبيرة اللي يخلقها مع أصحابه في الفريق، وروحه القيادية اللي جابها من نادي صفاقس، تخلي مواصفات الكل النجاح الكل متوفرة فيه. على كل، اليوم كنا سعداء بالأداء، وكنا فخورين بنجاحاته وإنجازاته في النادي الأهلي. نتمنى له إن شاء الله يتوج أفريقيا، اللقب اللي ينقصه في سجله، وإن شاء الله مزيد من التألق. بالنسبة للشيخ أسامة حسني، طبعا تربطني به ذكريات كبيرة في النادي الأهلي. فترة اللي كنت أنا موجود فيها في النادي كان أسامة واحد من نجوم الجيل الذهبي بالنسبة للنادي الأهلي، معروف بأهدافه الحاسمة، خاصة في نهائي الكاس ضد الزمالك، معروف بحسن أخلاقه بروحه الطيبة مع أصحابه. كان متألق لاعب، إن شاء الله يا ربي مزيد من التألق كأعلامي، لأنه بدايته كان نتفرج فيه في قناة النادي الأهلي، بدايته في الأعلام طيبة وطيبة جدا. نتمنى له إن شاء الله التوفيق. على كل، إن شاء الله نشوفه حلقة ممتعة، ومتأكد إنه مش تكون حلقة ممتعة وشيقة، لأنها فيها اثنين عظماء في كرة القدم. وحشنا كابتن أنيس كتير جدا ومفتقدينك، وطبعا أنت نجم كبير، نجم تونسي، سواء في مع نادي الصفاقس التونسي أو كمان يعني في الوقت اللي لعبت معانا في النادي الأهلي، أضفت لتاريخك ببطولاتك، فدايما بنتشرف بالنجم الكبير التونسي كابتن أنيس بوجلبان. أنيس خوي الكبير، وعلى حتى التو على اتصال مع بعضنا، حتى في المقابلات الكبيرة يتصل بي يهنيني على الانتصارات، على البطولات اللي نحققوا فيها مع النادي الأهلي، لكن يقول لي على طول علي أهم حاجة هي اللي لازم، يعني ما زالت ناقصه بطولات علي معلول، هي بطوله افريقيا. ده خلي بالك، بطوله افريقيا دي احنا لسه هنتكلم. انا بقول لك، يعني هو الكلام اللي يوصل لي فيه انه لازم بطوله افريقيا، مش تقعد في ذاكره النادي الاهلي، لازم تحقق بطوله افريقيا. فان شاء الله السنه هذه نحققها باذن الله. فاكر مباراه